الاندوجينس بيجمنتس في هيموجلوبين درايفد وفي النان هيموجلوبين درايفد. النان هيموجلوبين درايفد هم الميلانين واللايبو. الميلانين ما له علاقه الميلانين بالهيموجلوبين، لا الميلانين ده بيطلع من المينوسايت، واللايبوفيوزين لايبوفيوزين. تمام، تعالوا نتكلم عن النان هيموجلوبين الاول. الميلانين اللي عايزين نعرفه عنه انه هو بيتصنع بالميلانوسايتس، ده شيء بديهي وموجود طبيعي في اماكن معينه عندنا في الجسم. انتوا تقدروا تخمنوا فين؟ في الاي. في الاي فين؟ في الاي، في الايريس. الايريس اللي هو الجزء الملون من عينينا. في الكورويد، عارفين الكورويد دي ايه؟ بس عشان ايه لو حد قراها وما فهمش ايه هي الكورويد. دلوقتي انا عندي دي الاي بتاعتي، تمام، من ورا بقى، من ورا، من ورا. ايه اللي مبطن الاي من ورا؟ الشبكيه، الريتنا. الريتنا، الريتنا دي اللي بتتكون عليها الصوره وفيها النيرفات واللي بيطلع منها الاوبتيك نيرف. الناس الكلام اللي اخد نفسي ان اس ده، تمام. ورا الريتنا بقى، الطبقه اللي ورا الريتنا هي الكورويد. الطبقه اللي ورا الريتنا هي الكورويد، والكورويد دي فيها ميلانين بيجمنت، تمام. موجود في السكين، الميلانين موجود في السكين، موجود في الادرينال ميدالا. موجود في الادرينال ميدالا. عارفين الادرينال جلاند عباره عن كورتكس وميدالا. الادرينال ميدالا اللي كانت بتطلع الابينفرين والنور ابينفرين، صباح الفل. الادرينال ميدالا فيها ميلانين، وموجوده في الانر اير، مش مهم. المهم ان الميلانين ده ممكن في ناس بيبقى حاجه غالبا بتبقى جيناتيك، بتبقى مشكله غالبا جيناتيك. الميلانين بيجمنت في ناس بيكون عندهم تصنيع الميلانين كتير، وفي ناس تصنيع الميلانين قليل. طب ما الميلانين ده موجود في كل جلد، يعني احنا كلنا كل واحد فينا ليه لون بسبب كميه الميلانين اللي هو بيصنعها. فبالتالي الميلانين ممكن تصنيعه يزيد او يقل، لوكالايزد او جنرالايزد. يعني مثلا لو قلت الميلانين تصنيعه زاد، هتقول لي الميلانين زاد جنرالايزد في الجسم كله ولا زاد لوكالايزد في حته معينه، لان ده مرض وده مرض. لو زاد جنرالايزد زي في حالات ايه؟ الاديسونز ديزيز. وبعضكم ممكن ما يكونش فاكر ايه هو الاديسون از، وكل مره بتلخبط هي دي واحده ولا دبل اي. دبل اي يا جماعه، اديسونز ديزيز. الاديسونز ديزيز ده بيبقى واحد، بما اننا قلنا الادرينال الكورتكس، الادرينال كورتكس بتطلع كورتيكوستيرويد، تمام. الناس اللي عندهم مشكله في الادرينال كورتكس، تيومر مثلا طلع في الادرينال كورتكس، فبالتالي الكورتيكوستيرويدز هتقل. لما تقل الكورتيكوستيرويدز هيحصل ايه في الاي سي تي اتش؟ اي سي تي اتش، الاي سي تي اتش عشان يحاول يعوض نقصان الكورتيكوستيرويد هيزيد. المهم ان نقص الكورتيكوستيرويدز هو ده الاديسونز ديزيز. طب انت ليه قلتي معلومه الاس تي اتش؟ عشان الاس تي اتش لما بيزيد بيزيد معاه هرمون تاني اسمه الميلانوسايت ستيميليتنج هرمون، لو فاكرين ميلانوسايت ستيميليتنج هرمون او ميلانوسايت ستيميليتنج فاكتور. ده بيحفز الميلانوسايت ان هي تصنع بيجمنتس كتير في حته معينه، لا في الجسم كله، تمام. وتقريبا هيبقى في صوره هتطلع في الجسم كله. فالاديسونز ديزيز هيبقى عنده بقع في جسمه كله لونها بيربل. سببها ايه في الاديسونز ديزيز؟ سببها ان نقص الكورتيكوستيرويد حفز الاي سي تي اتش ان هو يزيد، والاي سي تي اتش لما بيزيد بيزيد معاه الميلانوسايت ستيميليتنج هرمون، فبيبقى عنده بيجمنتيشن في الجسم كله. التفاصيل دي مش عليكم، بصوا انا اي مرض هشرحه انتوا مش عليك تفاصيل المرض، ولكن عشان ما تبقاش انت حافظ مش فاهم، تمام. يبقى جنرالايزد هايبر بيجمنتيشن بسبب هايبر بيجمنتيشن، بيجمنت زياده بسبب الاديسونز ديزيز. وبرده في الكولوازما، كولوازما اوف بريجمنت، كولوازما، كولوازما اوف بريجمنت، بريجنانسي. دي ملهاش تفسير. بيلاقوا لك ان في ستات في اثناء فتره الحمل، على فكره بيبقى شكلها كيوت جدا، ستات في فتره الحمل بيبدا يطلع لهم حاجات كده زي النمش في جسمهم كله. ده برده حاجه جنرالايز، حاجه مش محدده في حته معينه، ملهاش، انا دورت عليها ما عرفتش السبب بتاعها. فكولوازما اوف بريجنانسي برده هايبر بيجمنتيشن بتحصل في الحمل للستات، تمام. انما لوكالايزد هايبر بيجمنتيشن دي عندنا كلنا. النيفوس، عارفين نيفوس يعني ايه؟ جماعه نيفاي، عارفين نيفوس يعني ايه؟ الحسنه. انا بحاول ادور لكم على حسنه عندي يا اختي، مش لاقي حسنه. والله عندي حسنات كتير مش لاقي حسنه في ايدي.
بس يعني لو ركزت يعني شوية ممكن تشوفوا ان انا عندي واحدة هنا. فالليفاي يعني اللي هي الحسنة، كلنا كل واحد يقعد يدور على الحسنات اللي في ايده دلوقتي. يلا المهم ان الحسنة دي عبارة عن ايه؟ الحسنة دي عبارة عن بيناين تيومر. هتقولي يا لهوي انا عندي تيومر يا خبر اسود، ده انا ظهري كله حسنات. هقول لك لا، ده طبيعي عندنا كلنا. بيناين تيومر ما بيعملش حاجة، ده حاجة بيناين ان هو تجمع للميلانوسايت بيناين خالص. لما ناخد بقى في شابتر اللي هو النيوبلاستيك يعني الشابتر بتاع الاورام، هنلاقي ان لما النيفاي دي ممكن بقى تتحول لحاجه شريره اللي هي مالجننت ميلانوما. مالجننت ميلانوما، ان الميلانوسايت ده بقى دي تتجنن وتعمل لي ورم خبيث. الورم الخبيث ده هيبقى في مكان معين، هو حته ورم ولونه غامق عشان فيه ميلانوسايت، فاهمين الفكره؟ فاسمها مالجننت ميلانوما. فانا بتكلم عن ايه؟ بتكلم عن زياده الميلانين بيجمنت، ممكن تكون في الجسم كله في حالات معينه جنرالايز، او ممكن تكون في حته معينه كنوع حاجه بناين او حاجه مالجننت. تمام. الميلانين بقى، نقص الميلانين برضو ممكن يكون في الجسم كله، ممكن يكون في اماكن معينه في الجسم كله. انا بتكلم المره دي نغير اللون، نقول مثلا اللون البني، مش عارفه انا مش عارفه مين النهارده في اللون البني. نقص الميلانين في الجسم كله هيعمل لنا الالبينو. اكيد كلنا ممكن نكون شفنا الالبينو في مكان ما، نعرف حد البينو. الالبينو اللي هم الناس اللي بيبقى وشهم ابيض خالص بقى، مفيش بيجمنت خالص، وشعرهم ابيض خالص او اصفر فاتح، الرموش بتاعتهم بيضه كل حاجه، وعينيهم فاتحه خالص، دولت اللي هم الالبينو. دولت عندهم كل الميلانوسايتس عندهم مش شغاله، وبالتالي دولت ما بيقدروش يتعرضوا للشمس جامد، لان الميلانين خلي بالكوا وظيفه الميلانين ايه؟ سبحان الله، ان هو بيمتص الالترا فايولت ريز وما تخليهاش انها تاذي جسمنا. فالشخص ده بيبقى عنده ديفكت في الميلانين بيجمنت جسمه كله. بينما اللوكالايزد هم الناس الفيتيلايجو. الفيتيلايجو اللي هو البهاق اللي هو اللي بيبقى ممكن يكون في وشهم، ممكن يبقى في ايديهم، ما يمنعش الفيتيلايجو ممكن يكون في الجسم كله. تمام. الفيتيلايجو ممكن يكون جنرالايزد، الكلام ده كله تاخدوه في الجلديه بس. بيبقى عندهم، في ناس بيبقى في ايديهم بس، في ناس بيبقى في وشهم بس، في ناس بيبقى عندهم بقعه بس، يعني عندهم ديفكت في الميلانين في اماكن معينه. فده يعتبر مثال لللوكالايز. ليه احنا بنتكلم عن الميلانين؟ لان الميلانوسايت دي من الحاجات الفيري كومن ان يحصل فيها ديفكت، زي ما انا قلت لكم. يعني انتوا اكيد يعني غالبا هتكونوا شفتوا حالات فيتيلايجو، غالبا هتكونوا شفتوا حالات البينو، يعني هي حاجه مش نادره، لا بالعكس ان هي حاجه كومون. تاني حاجه ان انا لما بشوف الهايبر بيجمنتيشن دي في السكين، ممكن تقول لي ان في اندرلاينج ديزيز وحش جدا. يعني انا ممكن يكون واحد مش عارف نفسه ان هو اديسونز ديزيز، يجي يقول انا مش عارف البقعه دي طالعه لي بقالها قد ايه وكده، ويكتشف ان عنده ورم في الادرينال كورتكس، اديسونز ديزيز من الايه يعني الديفكت في الميلانين، زي ما هي كلها الوان بس ممكن تدلني ان في اندرلاينج ديزيز. ده بالنسبه للميلانين. كلمتين بقى عن اللايبوفيوزين. اللايبوفيوزين ده عباره عن ايه؟ لايبو يعني هو جزء منه عباره عن ليبيد او فوسفوليبيد. مسكت في بروتين فعملت لي الاخ اللي هو اللايبوفيوزين ده. اللايبوفيوزين ده هتلاقيه، انا ما ننساش احنا بنتكلم في موضوع ايه؟ انترا سيلولار بيجمنتس. بيجمنتس هلاقيها انترا سيلولار. البيجمنتس دي ممكن تكون جايه من بره زي الكول والليد والتاتو، او البيجمنتس تكون الجسم مصنعها زي الميلانين، هلاقي الميلانين جوه الميلانوسايت. او اللايبوفيوزين، اللايبوفيوزين ده ليه لون؟ وهلاقيه عباره عن جرانيولز لونها يلو براون، اهو مش براون اهو، اتاريني عماله بس كالبراون طول البتاع. شوف سبحان الله، حتى وانا عشوائيه بيبقى فيه هدف. يلو براون جرانيولز موجوده في حالات معينه، موجوده طبيعي في الليفر وفي الهارت، وفي الناس الايجد بيرسون، الناس الكبار في السن، طبيعي. يعني هي مش مرض ولا حاجه، ده طبيعي موجود عندهم اللايبوفيوزين ده، وموجود في الناس اللي هم مش كبار بس بيبقى شكلهم كانهم كبار. ايه ده؟ ناس مش كبار وشكلهم كانهم عواجيز. احنا فين ده؟ ايه الكلام الكبير ده؟ كاشيكسيا. بس عشان ايه دايما بلخبط برضو في كاشيكسيا؟ اعتقد ان هي بتتكتب كده كاشيكسيا. طب والله خمسه
على كاشيكسيا. كاشيكسيا يعني ايه؟ كاشيكسيا بيبقى ضعف عام في الجسم لدرجة ان هو داخل في ويستنج. ويستنج يعني العضلات بتاعته بتتكسر، واحد جسمه ضعيف ضعيف ضعيف، الجلد بتاعه بكربش. كاشيكسيا دي بتحصل في حالات يعني الناس اللي هم الكانسر بيشنت اللي بيبقوا في الاخر خالص ادفانسد ديزيز، بيجي لهم كاشيكسيا. اول ما تقول تشوف كاشيكسيا بيشنت ده خلاص يعني اللي هو بيبقى الاند ستيج كانسر بيشنت، او الناس اللي هم في السيفير مال نيوتريشن بقى، اللي هم مال نيوتريشن يعني ما بياكلوش بروتينز، يعني التغذيه بتاعتهم ضايعه فداخلين في كاشيكسيا. فبرضه ده لو ممكن تلاقي في الخلايا بتاعتهم اللايبوفيوزين ده، على اساس ان هو ايه، ان احنا سايبين بقى المرض الاساسي بتاعتهم وبنبص. ما حدش يقول لي كده، انا بقول ايه هي البيجمنتس اللي ممكن تلاقيها في كل الحالات بقى. مش مهم بقى البيجمنتس دي بتدلني على حاجه مهمه ولا مش بتدلني على حاجه مهمه. انا قلت لكم مثلا ميلادين مهم، انما اللايبوفيوزين انت دي حاجه عارضه بتشوفوها في حالات معينه. طيب ناخد بقى الفيديو اللي وراه اللي هو هيبقى عن الهيموجلوبين ديرايفد بيجمنتس.